قولي طيب في ايه؟ في خلص ايه؟ التليفون ده احمد وخليك معايا. خلصته في ايه مالك؟ مجله ميدل ايست ماني كاتبه صفحه كامله بتقول ان شركات الريان خسرت 100 مليون دولار في المضاربه في الذهب، والخبر اتوزع واتنشر في كل الملوك وكل الجرايد. ايوه ماشي، بس عرفت الكلام ده منين؟ يا اخي زكي توفيق الصحفي كلمني وقال لي، والخبر نازل في الجورنال عندهم بكره، وكلمت جميله واكدت لي الموضوع ده، قالت لي ان المضاربه حصلت عن طريق بنك مورجان جارانتي. بجد فعلا يا دكتور الكلام ده حصل؟ ايوه حصل. بس ازاي البنك يطلع معلومات بالسريه والخطوره دي؟ احنا طول عمرنا بنكسب وبنخسر ومحدش يعرف عننا حاجه. محمد احنا لازم نوقف نشر الموضوع ده باي ثمن. تفتكر انا ما حاولتش يا احمد؟ ما انا حاولت وما نفعش. دي تعليمات يا دكتور وجايه من فوق قوي كمان. الصفحه اتوزعت في كل مكان، مش هنعرف نلحق عليها. انا قلت لكم ان في اللي بينخرب ورانا وانت ما صدقتنيش. كده كل المودعين هيقلبوا علينا الدنيا، ومش بعيد بكره الصبح تلاقيهم في الشركه هنا يكسروها على دماغنا. حاجه فتحي فين؟ كلمته كان رايح على مرسى مطروح، قلت له لف ويرجع حالا. بص يا حبشي، لم لي كل السيوله اللي ممكن تلمها، وما فيش قرش يطلع لمودع الا باذن مننا شخصيا. ان شاء الله كل اللي انت عاوزينه هنعمله لكم. ده شقه عمري انا قتيل عليه. اتحكم في وسطنا. اتحكم يا قمر. يا اسك يا قمر حط لي مرسى. التزم حدودك. التزم حدودك. احنا ليس لنا علاقه بالامور. اتقوا الله. ان شاء الله كل اللي انت عاوزينه هنعمله لكم. الوسيا. عملتوا فينا ايه؟ ولا الزريبه اللي ماليه قراكم؟ 100 مليون دولار مره واحده. يا ست انت الزموا حدودكم وكل اللي ليه حق هياخده. مش عايزين كلمه. انا بعت شبكه بنتي وحطيت فلوسها عندكم عشان اجهزها، وخطيبها فسخ الخطوبه. مش عارفه اعمل ايه. اديت الشبكه هتوصلك، وكل واحد فيكم فلوسه هتوصله. احنا لا نصابين ولا حرامين. ان شاء الله باذن الله طلباتكم مع الحكام دلوقتي، وان شاء الله هينفذوا كل طلباتكم وزياده. لا مفيش حد هياخد مليم واحد، واللي عايز ياخد ملوش غير ارباح بس وفي ميعاد. ما حدش له درع. ما ينفعش يا حاج فتحي، ما ينفعش. لازم نرجع للناس فلوسها والا هتفقد الثقه فينا. نرجع للناس فلوسها ازاي يا احمد؟ الله، احنا ما عندناش سيوله كافيه تغطي فلوس الناس دي كلها مره واحده. خلاص اللي عايز فلوسه نديها له، بس نقسطها. ايوه نقسطها على اربع دفعات او حتى خمسه، ونخصم منها كل الارباح كمان، وهو ده العدل. العدل ازاي يابا؟ لا مش عدل خالص، احنا كده بنضحك على الناس، احنا مش كده يابا. لا احنا نرجع للناس فلوسها. على فكره اللي بره دول شويه قليلين قوي من نسبه المودعين، لو رجعنا لهم الفلوس بالارباح كمان صدقوني ساعتها هيرجعوا فلوسهم تاني، او اللي بره هيثقوا فينا. يا ابني الناس لو خدت فلوسها دلوقتي هتفتكر ان احنا عايزين فلوس تحت البلاط. لازم يفهموا ان فلوسهم في السوق شغال، وعشان ترجع محتاجه وقت كتير. ماشي ماشي، يبقى نديهم معانا. بص بقى، الناس اللي بره دي عايزه عقد نفع يا حاج فتحي، والا هيكسروا علينا الشركه. احمد برضه عنده حق يا حاج فتحي، ما الناس دي دافعه الفلوس من عرقها وشقاها، ده دم قلبهم، واحنا مش حمل دعوه مظلوم ولا محتاج. خلاص نديهم معاد بعد شهرين. كتير قوي شهر. خلاص يبقى اسبوعين كفايه قوي. وبلاش يابا موضوع نخصم الارباح اللي خدوها قبل كده دي، بقيت المدعين لو عرفوا هتبقى طبلت فوق دماغنا كلنا. ما تخافش، احنا عقود بتاعتنا ما تخرش الميه. عندنا بند ان احنا ممكن ما نرجع
لهمش الفلوس كمان. الموضوع مش موضوع عقود يا حاج فتحي، الموضوع موضوع ثقة بيننا وبين الناس. الثقة هي اللي خليتهم يدونا الفلوس، والثقة هي اللي هتخليهم ياخدوا برضو الفلوس. الثقة عايزين نحافظ عليها. أبوس إيدك، مش ممكن إحنا نفضل نكسب ونخسر الناس أو نرجع لهم فلوس ناقصة يابا. أنا هطلع أكلم الناس وهديهم وهاجي. لا 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 استنى استنى أنت حاج فتحي، خلي أحمد أخوك هو اللي اطلع أنت يا أحمد. ولا ما طلعش ليه؟ أنا رئيس مجلس إدارة المجموعة. أمال على راسنا من فوق يا حاج فتحي، بس أصلا عايزك في كلمتين مهمين كده. اطلع أنت يا أحمد. لا مش شرط. واحد أشرط يا حاج فتحي، الكلام اللي هقوله لك تقوله بالظبط. السلام عليكم ورحمة الله. اوعى يكون جايين ساكتونا بكلمتين. لحظة يا جماعة لو سمحتوا لي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا النبي الأمي محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. دلوقتي يا إخواني أهلا بيكم في شركتنا، شركتكم، المكان اللي ائتمنتموني فيه على فلوسكم، والحمد لله رب العالمين باستثمارها والشغل فيها والعمل عليها كبر الصرح وكبرنا كلنا معاه. دلوقتي يا إخواني أنا في الحقيقة بيني وبينكم عقود. العقود دي لو قريتوها بتفحص ومن غير انفعال وانتباه لوسائل الإعلام، لو قريت العقود دي هتلاقوا فيها بنود بتقول طول ما أنا بكسب حضراتكم بتكسبوا، لو أنا بخسر حضراتكم بتخسروا. يا جماعة لو سمحتولي لو سمحتولي لو سمحتولي. لا ده مش بس كده بقى، ده في بند كمان بيقول ان انا ممكن يا ارد الفلوس يا ما اردش الفلوس اصلا، بس انا ماليش لا دعوة بالعقود في الحقيقة. انا راجل بتقي الله سبحانه وتعالى في كل مودع من المودعين اللي عندي وفي كل قرش بيدخل الشركة. علشان كده ان شاء الله بامر الله تعالى الناس اللي عايزة تاخد فلوسها مش بس هتاخد فلوسها، لا وهتاخد ارباحها كمان، والناس اللي هيقدرها ربنا على الصبر. ما ربنا لما يبتلينا يا جماعة بيعمل فينا قيم، فابتلانا هنا ليعمل فينا قيمة الصبر، فمن سيصبر إن شاء الله يكون جزاؤه بأمر الله إن إحنا هنزود الأرباح 2% للي هيقرر يقعد. أيوة إن شاء الله، وده قرار. طب اللي هيقرر يمشي حقه يتفضل بفلوسه بأرباحه، ولكن قسما بالله ولن أعيد هذا القسم مرة أخرى، إذا ساء علي طوب الأرض لا هو هيدخل الشركة مرة تانية ولا فلوسه هتدخل من هذا الباب، هذا الباب الذي كبرت ونضجت فيه أموالكم، باب الريان، باب الجنة. وبالعربي الفصيح كده يا جماعة أنا هعمل قائمتين، قائمة سوداء تسود فيه وجوه من أخذوا فلوسهم ونقودهم بل وأرباحهم أيضا، وقائمة بيضاء من يريد. هسيبكم نص ساعة تفكروا، تاخدوا وقتكم، تاخدوا راحتكم خالص، وأنا تحت أمركم وهنفذ في الحال اللي تقولوا عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك 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 بعد إذن